السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح ندير لكم مقارنة بين الهواوي بي 30 لايت وثاني السامسونج جالاكسي اي 50. بزاف منكم يحوسوا على هذه المقارنة، يعني قريت بزاف تعليقات تاعكم يقولوا لي وين اللي خير، البي 30 لايت ولا سامسونج جالاكسي اي 50. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم هذه المقارنة، ماناش نحكيو برك على المواصفات، برك راح نحكي لكم حتى على حوايج تكتشفهم بعد ما تستعمل الهاتف. يعني ماناش حنا نقراو لكم المواصفات كيما البروسيسور والشاشه وهذوك الحوايج، راح نعطيكم حتى حوايج تكتشفهم في الهاتف بعد ما تشريه وبعد ما تجربوا لمده طويله شوي. وبلا ما نطول عليكم خاوتي، اللي ماهوش مشترك معنا مينساش يشترك في قناتنا، فعلوا الجرس باش يلحقكم اي فيديو جديد. وثاني اللي مشترك معنا مينساش يديرنا جيم، هي اللي تخلينا نكمل لكم في هذه الفيديوهات. وبلا ما نطول عليكم اكثر خاوتي، ندخلوا مباشره في الموضوع. اول حاجه نبداو بها خاوتي اللي هي التصميم. التصميم هذا كل واحد واش يعجبو، يعني كل واحد الذوق تاعو، كاين اللي يعجبو الجالاكسي كاين اللي يعجبو الهواوي، بصح عندنا حاجه يختلفوا فيها اللي هي جوده التصنيع. في الجالاكسي عندنا جوده تاع البلاستيك في الجهه الخلفيه، بصح الهواوي مخدوم بالزجاج، يعني الهواوي خير. حتى في الحكمه تاعو تلقى الهواوي تما تحس بحاجه فخمه ماشي كيما الجالاكسي A50. وبالنسبه للشاشه، الجالاكسي A50 الشاشة تاعو كبيرة بزاف على تاع الهواوي، عندك 6.4 انش في الجالاكسي، وفي الهواوي عندك 6.15 انش برك، يعني فرق كبير في الحجم تاع الشاشة. نوع تاع الشاشة في السامسونج سوبر امولاد، وفي الهواوي اي بي اس ال سي دي، يعني من ناحية نوع الشاشة يتفوق الجالاكسي A50 بلا ما نحكيو بزاف. كيما على بالكم سوبر امولاد خير من الاي بي اس ال سي دي. الشاشات هادو في زوج بدقة الفول اتش دي بلس، بصح من ناحية التفاصيل الشاشة تاع الهواوي خير لانها صغيرة، يعني كثافة البيكسلات راح تكون طالعة بزاف في الهواوي، بصح ماهوش راح يكون فرق كبير بيناتهم. كيما قلنا لكم السامسونج يتفوق من ناحية نوع الشاشة سوبر امولاد. نروحو دكا الاداء من ناحية البروسيسور. في الجالاكسي A50 عندنا بروسيسور اكزينوس 9610 بتردد 2.3 جيجا هرتز اوكتا كور بدقة تصنيع 10 نانومتر، هذه حاجة مليحة بزاف. في الهواوي عندنا البروسيسور المعروف بزاف اللي هو الكيرين 710 بتردد 2.2 جيجا هرتز بدقة تصنيع 12 نانومتر، يعني هاد المعالجات في زوج لاباس بهم. سامسونج راح يتفوق شوي في الاداء، والدليل هو في الانتوتو بنش مارك، يعني في الانتوتو الجالاكسي A50 عطانا 146000 نقطة، الهواوي عطانا 138000 نقطة، يعني يتفوق هنا الجالاكسي A50 من ناحية الاداء، بصح ماهوش راح يكون فرق كبير خاصة في الألعاب، يعني ممكن ما تلاحظش هذا الفرق بيناتهم. الرام في النسخ اللي نقارنوا فيهم هي 4 جيجا، التخزين ثاني 128 جيجا. بالنسبة للكاميرات عندنا في الجالاكسي A50 ثلاث كاميرات في الجهة الخلفية، يعني فيهم في زوج ثلاث كاميرات. المهم الكاميرا الأولى في الجالاكسي 25 ميجا بيكسل بفتحة 1.7، الكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة اف على 2.2، هذه فيها زاوية واسعة، يعني كي تصور بها راح تحكم لك حوايج بزاف. الكاميرا الثالثة 5 ميجا بيكسل بفتحة اف على 2.2، الكاميرا هذه هي اللي تضبب لك الخلفية تاع التصاور، يعني مثلا تصور كاش حاجة الشيء اللي وراها راح يجي مضبب. بالنسبة للهواوي فيه كاميرا 24 ميجا بيكسل بفتحة 1.8، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة اف على 2.4، هذه ثاني كيما الجالاكسي A50 يعني الزاوية تاعها واسعة. والكاميرا الثالثه 5 ميجا بيكسل بفتحه اف على 2.4، ثاني نفس الشيء هذه ثاني تضبب لك الخلفيه تاع التصاور. وبالنسبه للسيلفي في الجالاكسي A50 25 ميجا بيكسل بفتحه اف على 2.0، وفي الهواوي 32 ميجا بيكسل بفتحه اف على 2.0. كما على بالكم الميجا بيكسل هذا ما عنده حتى معنى، يعني هو يفيد غير في الحجم تاع الصور. نحكيو بعد التجربه، الهواوي بي 30 لايت خير بزاف على الجالاكسي A50 من ناحيه الكاميرا، الكاميرا الخلفيه ولا الكاميرا تاع السيلفي، يعني الهواوي خير. اللي يحب يصور ننصحو بالهواوي. وكخلاصه الشيء اللي قلناه، هواوي يتفوق في الكاميرا يعني بلا ما نحكيو بزاف. ونروحو دوك نحكيو على الباتري. في الجالاكسي A50 عندنا باتري 4000 ملي امبير، فيها فاست شارج يعني شحن سريع 15 واط. وبالنسبه للهواوي فيه باتري 3340 ملي امبير، باتري ناقصه شوي بالنسبه للباتري تاع الجالاكسي A50، بصح فيها حاجه مليحه اللي هي شحن سريع 18 واط على عكس A50 اللي فيه 15 واط برك، يعني الباتري اللي تدوم كثر هي تاع الجالاكسي A50، بصح اللي تتشارجا بالزربه هي تاع الهواوي، يعني كما قلنا الشحن سريع 18 واط وفي الجالاكسي 15 واط برك. الهواتف هادو في زوج فيهم USB Type-C،
يعني المدخل تاع الشارجر تاعو يدخل هكا ولا هكا، يدخل في الجهتين اللي هو تايب سي. فيهم ثاني اندرويد 9 باي في زوج، يعني النظام الاخر تاع شركه جوجل. والناس اللي ما بالهمش راهو تحل المشكل تاع هواوي، يعني كي تشري هاتف هواوي دوك ما كان حتى مشكل، راح يبقى يمشي بالنظام الاندرويد، حتجيك تحديثات كيما بكري. يعني المشكل هذاك اللي صرا مع الامريكان راهو تحل نهائيا. ونروحوا لك الحوايج اللي تكتشفهم بعد ما تستعمل الهاتف تاعك. ونبداو باول حاجه اللي هي انه الجالكسي A50 يسخن بزاف بزاف في الاستعمال العادي، بلا ما نحكيو على الالعاب، يعني كي تستعملوه استعمال عادي خلاص، يعني فيسبوك او انستغرام، راح يسخن لك بزاف بزاف. ممكن هذا الشيء يقلق بعض الناس، يعني اللي ما يحملش هذه السخانه ما ننصحوش يشري هذا الهاتف. ثاني حاجه البصمه تاعو ثقيله شوي، ماهيش راح تقلقك بزاف بزاف، بصح يعني ممكن بعض الناس تقلقهم. انا كاين اللي شكاو لي منهم، انا كي جربته ما قلقنيش صراحه، يعني تحط صبعك تسنى شوي باش يتحل، ماهوش مشكل كبير اللي نقدروا نحكيوا عليه بزاف. ثالث حاجه هو المشكل تاع الريزو اللي صرا لبعض الناس، يعني ما صراش للناس كامل. هاد المشكل اللي صرا في الجالكسي A30 وحتى الجالكسي A50، يحب يشري الجالكسي A50 ننصحو يجرب قبل ما يشري. يعني كي تروح عند الحانوت اللي راح تشري من عنده سقسيه الا كان يخليك تجرب، حط البيس تاعك في الهاتف، جرب الفيديوهات اليوتيوب، اذا لقيتو يمشي خفيف، اذا لقيت الانترنت فيه تمشي خفيفه راهو ما فيه حتى مشكل. اذا لقيتو ثقيل شوي يعني قارنو مع هواتف خلاف، اذا لقيتو ثقيل شوي راهو فيه هذا المشكل. ودوكا نحكيو على الحوايج اللي مش ملاح اللي معجبونيش في الجالكسي A50، وثاني الحوايج اللي مش ملاح اللي معجبونيش في الهواوي P30 لايت. نبداو بالجالكسي A50. اول حاجه معجبتنيش فيه اللي هي الخدمه بالبلاستيك، يعني في الجهه الخلفيه تاعو مخدومه بالبلاستيك وتتخبش بسهوله، يعني كي تشريه لازم تحط له الاونتي شوك تاعو باش ما يتخبش. ثاني حاجه ما عجبتنيش فيه هي البصمه، جايه ثقيله شوي، هي حاجه ما قلقتنيش صراحه، بس حبيت نحكي عليها، ممكن تقلق بعض الناس. البصمه هذه ثقيله لانها مديرينها في الشاشه، يعني التقنيه هذه جديده في هذه الهواتف، مع الوقت راح تتحسن. حبيت باك نحكي عليها، هي حاجه ما تقلقش صراحه. وثالث حاجه ما عجبتنيش فيه اللي هي يسخن بزاف. نروحوا للهواوي، الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه اللي هي البطاريه 3340 ملي امبير، ما نقدروش نقولوا عليها ضعيفه بصح ناقصه بالنسبه للهواتف الاخرين. كي نروحوا نشوفوا الهواتف اللي في نفس الفئه تاع الهواوي بي 30 لايت كيما الريدمي نوت 7، ثاني عندنا الجالكسي A50، لقاو فيهم كامل بطاريه 4000 ملي امبير، غير الهواوي بي 30 لايت فيه 3340 ملي امبير برك. بصح فيها حاجه مليحه كيما حكينا عليها قبل اللي هي الشحن 18 واط. وهذا واش راح نقول لكم خاوتي، مانيش حنقول لكم شريو هذا ولا هذا، بسبت بعض الناس يعني كي نقول لكم شريو هذا يبداو يقولوا لي انت مسلكتك الشركه، ما لا ما نقول لكم لا تشري ولا هذا لا هذا، انتم خيروا الشيء اللي يساعدكم. انا عطيتكم الحوايج الملاح واللي مش ملاح في الهواتف في زوج، وانتم خيروا الهاتف اللي يساعدكم. بالنسبه للاسعار نسيت ما حكيتش عليهم، الهواوي بي 30 لايت السعر تاعو من عند الشركه يعني معاه ضمان 4,290,000، النسخه تاع 4 جيجا في الرام و 128 جيجا في التخزين. الجالكسي A50 السعر تاع النسخه تاع 4 جيجا في الرام و 128 جيجا في التخزين تقريبا 4,600,000 حتى 4,650,000. نتمنى نكون عاونتكم بهذا الفيديو خاوتي، اذا استفدتوا معنا ما تنساوش تشتركوا في قناتنا، فعلوا الجرس باش يلحقكم اي فيديو جديد، ما تنساوش ثاني ديروا لنا جيم باش نكملوا لكم في هذه الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله.